بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ورسوله إن كنتم مؤمنين.
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا تولوهم الأدبار.
واعلموا تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من طيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك
السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع في
وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فَتَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
كفروا بأن
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
بعضهم أولياء بعض والذين وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله